شهد معبر رفح تناقصا كبيرا لعدد الشاحنات التي اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم محملة بمعونات متنوعة إلى المدنيين في قطاع غزة. هذا وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة حركة الشاحنات من خلال رفضها للعبور إلى الأشقاء الفلسطينيين وممارسة سياسة التنكيل والتعنت. المزيد مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، نجدد بكم الترحيب مرة أخرى من أمام معبر رفح المصري لمتابعة حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم. اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت من حدة التعنت والتعسف الكبير ضد شاحنات المساعدات، وعدد ما توجه إلى منفذ كرم أبو سالم حوالي 31 شاحنة. قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت 27 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإنسانية ليصبح عدد الإجمالي من المساعدات 3 شاحنات فقط، وسمحت لأربع شاحنات تحمل سولار وخمس شاحنات تحمل غاز. من قام بتفريغ حمولته إلى الآن فيما يخص الشاحنات التي تحمل محروقات حوالي 4 شاحنات فقط. إذن نحن أمام مسلسل كبير من التعنت الإسرائيلي الذي يستهدف الضغط على الشعب الفلسطيني الشقيق. أمس وأول أمس كان هناك تناقص شديد في عدد الشاحنات التي اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت رفض كل الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات للأطفال وملابس وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني الشقيق. على جانب الصعيد العسكري لازلنا نسمع دوي انفجارات كبيرة قادمة من الناحية الشرقية من الجانب الآخر من معبر رفح، ونحن على مقربة يعني على أمتار قليلة من الجانب الآخر من معبر رفح المصري. ربما هذه الانفجارات هي عبارة عن قذائف جوية تستهدف المربعات السكنية للأشقاء الفلسطينيين الذين نزحوا من منطقة شمال ووسط غزة إلى منطقة الجنوب هربا من الحرب الإسرائيلية. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من معبر رفح، وأعود إليكم مرة أخرى.